أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة الطيران المدني الكويتي عن انتهاء فصل الصيف لهذا العام، وأكدت على اعتدال درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقعت هطول أمطار غزيرة على البلاد خلال فصل الشتاء لهذا العام. أيام قليلة وتدخل الكويت في فصل الخريف، وتودع بذلك موسم الصيف الذي شهد هذا العام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة والرطوبة. في بعض الأمطار اللي نزلت في دول مجلس التعاون منها قطر ومنها الإمارات وعمان، وهذه نتيجة أيضا للانتقال الفصلي من الصيف إلى الخريف، وإحنا إن شاء الله أيضا راح نكون هناك بعض الأمطار اللي راح نشوفها إن شاء الله في القريب العاجل، ولكن إن شاء الله مع الوقت راح نكسر حاجز الأربعين وننزل إلى الثلاثين، ومنها ندش في فترة إن شاء الله الشتاء اللي هو إن شاء الله بداية شهر 11، اللي عادة إحنا نص 11 نبدأ نطفي المكيفات ونبدأ نلبس الربيعي خاصة الفترة المسائية. توقعت إدارة الأرصاد الجوية هذا العام هطول الأمطار على البلاد بغزارة مع انخفاض في درجات الحرارة لتختلف عن الأعوام السابقة. احنا طبعا خلينا نقول الشتانة هالسنة، ودائما يقولون ان مع دلقس هيلو اللي امس بين في سماء الجزيرة شمال الجزيرة العربية ومنها الكويت، انه يقول اذا دلقس هيل في منطقتنا مع الرطوبة راح يكون شتانة ماطر. طبعا هناك ليس هناك اي استناد علمي لهذه المقولة، ولكن احنا نقول ان شاء الله شتانة السنة راح يكون افضل من العام. العام كان نسبة الامطار اللي نزلت قليلة جدا، اقل من المعدل العام. معدلنا العام خلال السنة 120 ملم، العام ما تعدت 50 ملم. كما طلبت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين بأخذ الحذر من الفترة الانتقالية وتعديل حالة المكيفات بطريقة مناسبة مع الجو. طبعا نحذر أيضا أن الفترة الانتقالية هذه وايد راح يكون الانتقال من الجو الحار إلى البارد، المكيف إلى الرطوبة راح يسبب في بعض الأمراض مثل الزكام وغيره، تأخذون احتياطاتكم في هالأمور.